لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. رائعة ويقدر ان هو يحرز الهدف. طيب خلينا نروح لزميلنا الناقد الرياضي احمد الهواري، ناقد رياضي بجريده الفجر، وعن زياره امبارح كنا قلنا ان المستشار تركي الشيخ هيزور نادي الزمالك، اعتذر من شويه عن زياره النادي. نعرف التفاصيل من احمد الهواري بعد ما جابوا التورته وكله تمام وفي استقباله، الراجل اعتذر عن الحضور لنادي الزمالك النهارده. يا استاذ احمد ازيك؟ تحياتي ليك يا كابتن كريم، اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بالكابتن جمال حمزه وكابتن محمد حبيبي هواري. وحشنا يا كابتن. عامل ايه يا نجم؟ ربنا يخليك، وحشني جدا حبيبي. قول لي بقى الاخبار ايه عندك في الزمالك؟ زي ما حضرتك كده بالظبط قلت، الزياره اتلغت من شويه، تم اختيار رئيس نادي الزمالك بالغاء الزياره نظرا لسببين. السبب المعلن ان مستشار تركي آل الشيخ يعاني من نزله برد حاده، وده اللي ادى ان هو يلغي الزياره يعني او يعتذر عن الحضور اليوم واصل تاجيلها لوقت لاحق. حصل اتصالات بين الطرفين، بين المستشار تركي آل الشيخ والمستشار مصطفى منصور رئيس نادي الزمالك، واتفقوا على تاجيل الزياره لوقت لاحق. لكن يعني بعض الارتباطات الهامه للمستشار تركي آل الشيخ، وهو كان في دعوه موجهه ليه هنا في مصر يعني، فعشان كده هو ما قدرش ان هو ينفذ دعوه رئيس نادي الزمالك ويحضر، لان هو عنده اجتماع مع يعني احد القيادات الهامه، ويعني ده اللي خلاه يعتذر عن الزياره. طب الزمالك كان محضر حاجه لاستقباله؟ اه طبعا، كان يعني النادي كان النهارده كان كل في استعداد، على استعداد يعني لاستقبال المستشار تركي آل الشيخ. زي ما حضرتك قلت كان في تورته على صوره رئيس نادي الزمالك وصوره المستشار تركي آل الشيخ، موظفين النادي ونجوم النادي القدامى واللعيبه المستبعدين من رحله الشاد كانوا متواجدين ايضا، زي طارق حامد، زي جنس، زي عنتر، زي محمد عبد السلام، كل اللعيبه المستبعدين كانت كلها في انتظار زياره المستشار تركي آل الشيخ قبل ان يعني نتفاجئ احنا وهم كمان تفاجئوا بالغاء الزياره. طب التورته مين هياكلها كده؟ خلاص بقى اتحط في الثلاجه بقى كابتن. ليه يا عم؟ ممكن دي مغنى ولا حاجه؟ اجمل تعليق يا كابتن والله، اتقال يعني. انا اول ما كتبت الخبر لقيت اول تعليق جه على الخبر بحط التورته في الثلاجه بقى. بس كتير هتقعد في الثلاجه كتير كده. لا ما خلاص يعني، هي الزياره يعني مهدئه بعد الغائها، اعتقد ان هيبقى صعب ان هي تحدد لها ميعاد ثاني، لان زيارات المستشار تركي آل الشيخ لمصر الفتره اللي جايه والفتره اللي فاتت مش كتير طبعا، نظرا لارتباطاته في السعوديه وفي المملكه يعني وخارج المملكه، فما اعتقدش ان ممكن يكون في الوقت القريب ده في زياره جديده يعني. تمام. إيه النهارده فريق الزمالك طبعا وصل الى الشاد والامور ماشيه تمام هناك؟ بالظبط يا كابتن، وصل النهارده الفريق يعني تقريبا كده الساعه 12 الظهر، والفريق من شويه خلص المران الاول، حضر بعض الافراد. تليفون قطع اعتقد. طيب يعني الغاء زياره المستشار تركي لنادي الزمالك، كان المفروض النهارده في زياره. اتفضل يا تليفون قطع مع احمد الهواري. فتم الغاء الزياره وهيتم تحديد موعد لاحق ما بين رئيس نادي الزمالك ومستشار تركي آل الشيخ لزيارته لنادي الزمالك ان شاء الله. فاصل اعلاني. 2-1 للمقاولين العرب على الاتحاد في الشوط الاول، مباراه حساسه جدا، مباراه هامه جدا للفرقتين. المقاولين العرب عايز يكمل انتصاراته، الاتحاد السكندري عايز يامن نفسه في جدول الدوري. ان المقاولين العرب طبعا ماشي كويس الفتره اللي فاتت وعنده 23 نقطه في المركز الخامس، الاتحاد السكندري في المركز التاسع عنده 20 نقطه. كابتن جمال، المقاولين العرب كسبان وعايز يكمل تفوقه في الشوط الثاني، هل هيعمل تغييرات كابتن عماد النحاس ولا هيستمر بنفس التشكيل؟ بص، في تغييرات احنا متعودين عليها يعني، لويس ادواردو بينزل بغض النظر عن النتيجه، بيبقى يعمل جابها لانه عنده سرعات كبيره جدا. يطلع مجلي بقى ولا يطلع مثلا محمد طلعت؟ ممكن مجلي او ممكن طلعت او ممكن طاهر، ساعات بيطلعه فممكن حد من الثلاثه يخرج، وعنده كمان سوستا ساعات برضو محمد لو عايز يدافع بقى يقفل ثلاثه في نص الملعب. بالظبط، عنده اسلام فؤاد برضو في الناحيه الهجوميه، وعنده كريم مصطفى، وعنده كريم مصطفى نفس ساعات ينزل عبد الوهاب اسماعيل ناحيه الشمال. بالظبط، فهو عنده دكه فيها حلول واختيارات كتير. بالظبط بالظبط. بس هو النقطه اللي مش عجباني بصراحه في نادي الاتحاد، كابتن نور معرفش بقى ممكن يكون متفق معاه ولا لا، ان المدافعين في لخبطه في الحته دي، في عمق الدفاع، في لخبطه في الجزء بتاع بازوكا ورزق.
ومفيش تفاهم بينهم وبين الكابتن نور كاتب كده اهو. بص في الاجنده بتاع الكابتن نور كاتب نفس الكلام اللي انت بتقول. طب قول بقى كابتن انت. كابتن نور هو اللي يقول لنا. هو فعلا في مشكله في عمق الديفنس عند رزق وبازوكا، لازم نشتغل على ان واحد بيلعب على احمد علي وواحد بيعمل التغطيه في ظهره بالظبط، وشعبان بياخد الراجل مثلا طلعت او طاهر، ونصر بياخد التاني اللي من الطرف التاني. صح. لكن عمق الديفنس عند رزق وبازوكا في مشكله. صح. الجون الاول يمكن ما لهمش فيه كتير، لكن الكره بتاعت احمد علي اللي شاطها وهاني طلعها، والهدف التاني محمد طلعت لعب الكره بدماغه خلفيه وراحت لاحمد علي، والاثنين تقريبا فاضيين ما كانش فيه رقابه. فلازم نشتغل على ان واحد بيمسك والتاني بيعمل تغطيه في ظهره بثلاث اربع خطوات، وخصوصا في المنطقه بتاعه المرمى، لان كل شغل المقاولين بتيجي من على الاطراف في العمق او حتى من تحت في كره طوليه في ظهر المدافعين، وعملوها يمكن مرتين ثلاثه ووصلوا كلهم فاضيين. لازم يحصل تعديل، يعني طاهر فاضي واحمد علي فاضي ومحمد طلعت فاضي، دي غريبه جدا برضه. بالظبط كده، بالظبط كده. فهم لازم يهتموا بالجزئيه دي، ويبقى في رقابه من ناحيه بازوكا وريز لاحمد علي بالتحديد. بالنسبه للتغييرات يا كابتن نور، يعني انا شايف ان ايمانويل منهيني ورقه كويسه لكابتن حلمي، اعتقد وهو دايما بينزل محمد حسن. انا لو الامور استمرت على انا ما برجحش محمد حسن، بس دايما كابتن حلمي بيعتمد على محمد حسن. هو دلوقتي معاه بره في الشق الهجومي في ايمانويل بنهيني، وفي محمد حسن، وفي فوزي الحناوي بقى فتره، وبقى نهيري القدم مفيش، خلي بالك بقى فتره كبيره. عاشور يعني عاشور هو بيشتغل في الديفندر، فما اعتقدش ان هو هيحتاجه في ظل النتيجه اللي موجوده دي، لكن اعتقد ان بنهيني هيكون له دور، وحد من محمد حسن او فوزي الحناوي او الاثنين مع بعض لو اتاخر ان الاتحاد يحرز التعادل. طيب خلينا نشوف توقعات المستمعين للشوط الثاني ونتيجه المباراه. ولغايه دلوقتي زي ما قلنا المقاولين العرب متقدم 2-1 على الاتحاد السكندري، وبكره عندنا ان شاء الله لقاءين في بطوله الدوري الممتاز. عندنا بكره لقاء مهم جدا جدا ما بين بيراميدز وامبي، المباراه هتكون الساعه 7:30 في استاد الدفاع الجوي، وعندنا كمان سموحه والمقاصه الساعه 5 في استاد اسكندريه، وعندنا ماتشين في افريقيا، ماتش في دوري الابطال بالنسبه للاسماعيلي المباراه هتكون الساعه 4:30 بتوقيت القاهره، والساعه 6 المصري مع سانيتاس البوركينابي في الكونفدراليه الافريقيه. طيب يوم الاحد طبعا عارفين احنا الماتشات، عندنا حرس الحدود والانتاج الحربي، وعندنا طلائع الجيش والنجوم الساعه 7:30 في ملعب طلائع الجيش، وعندنا ماتشين في افريقيا، الاهلي مع جيما الاثيوبي الساعه 3 ان شاء الله بتوقيت القاهره، والزمالك الساعة 4:30 مع 4 مع فريق القطن التشادي في تشاد ان شاء الله. ناخد رسائل كده سريعة، ان المباراة خلاص قربت تبدأ يا جيمي، واللعيبة نزلت اهو، لعيبة المقاولين العرب نزلوا ارض الملعب، ولعيبة الاتحاد السكندري ولعيبة الاتحاد بتقرا الفاتحة. نورهان احمد بتقولي المقاولين العرب هيكسب 3-1. احمد حسن بيقول لي حبيبي يا كيمو النجم جمال حمزة والنجم كابتن نور، المقاولين هيكسب، بس في سؤال، هي الملاعب بتاعت اوروبا اصغر من الملاعب بتاعتنا ولا كلها مساحه واحده؟ لا هي الملاعب يعني في مينيمم، في حد اقصى وحد ادنى، بس طبعا ملاعب اوروبا المدرجات حسب قرب المدرجات بيحسسك بكبر الملعب. بالظبط. عماد رمضان علي بيقول لي احسن استوديو في الدنيا اذاعه شباب الرياضه، بشكرك يا عماد. محمود فاروق، اخبار صفقات الزمالك ايه يا نجم النجوم؟ والله اخبار الزمالك لاول مره في التاريخ صفقات سرية. بس اللعيبه اللي هيجيبها الزمالك 2 أو 3 بالكتير قوي. يا عماد رمضان بعت لي رسائل كتير قوي، بعت لي قلب ومعلم يا معلم ووحش الراديو، مظبطني جامد قوي يا عماد رمضان، متشكرين يا عمده والله. عبد الله ابراهيم بيقول لي ايه كابتن كريم ايه اخر صفقات الاهلي؟ ابانوب كمال بيقول لي فوز الاتحاد 2-0، تحت الكابتن نور والكابتن جمال حمزه وياكيمو، ممكن عبد الله السعيد ينتقل للزمالك؟ كل شيء جايز، ممكن يعني ممكن. محمود علي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كابتن كريم، هي اخر اخبار تريزيجيه؟ تريزيجيه جاي له عرض يا جمال من لاتسيو الايطالي، عايزين يشتروه من قاسم باشا التركي، في اكتر من عرض كمان، وكان في شتوتجارد الالماني، وفي في اكتر من نادي عايزين يتعاقدوا مع تريزيجيه في شهر يناير القادم. طيب خلينا نروح ملعب المباراه لكابتن حسام صديق معلقنا، نتابع احداث الشوط الثاني. المقاولين كسبان لغايه دلوقتي 2-1 على الاتحاد السكندري. من بعد سنين عشناها وصرتش كان بعيد، راجعين هنشجع وبتشجعنا الروح بتزيد. بنك سيب
هو اللي بيسبق. هذه المباراة برعاية بنك سيف. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة تانية مستمعينا الكرام، مستمع إذاعة شباب ورياضة هنا من ملعب عثمانة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.